اهلا بكم محبي موقع البطولة في كل مكان. اليوم حضرت مباراة جديدة من مباراة كأس العالم في الدور 16 بين المنتخبين السويسري والسويدي او السويدي والسويسري، بما ان السويد هي متصدرة المجموعة وسويسرا التي تأهلت كثاني المجموعة بشكل مفاجئ على حساب المنتخب الصربي. المنتخب السويدي قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، كان فيها هو الطرف الأفضل من وجهة نظري في الجانب الدفاعي والجانب الهجومي. المنتخب السويسري افتقد للشخصية، افتقد للقدرة على إنهاء الهجمات التي أتيحت له خلال 90 دقيقة. هناك فرص أتيحت للمنتخب السويسري السويدي يعني لتسجيل أكثر من هدف، استطاع أن هو يسجل الهدف الأول عن طريق لاعب فيرسبرغ اللي هو لاعب وسط الملعب رقم 10، وايضا هدد المرمى بيرج وهدد المرمى بعده هجمات، وكان هناك طرد في اخر دقائق المباراه وهجمه خطيره يعني ازحها حارس المرمى باعجوبه. اليوم رايت العديد من الجماهير البرازيليه والجماهير الالمانيه التي كانت تعتقد في ان المباراه ستكون بين المنتخبين، ولكن يعني الحظ كان حليف سويسرا والنمسا سويسرا وعفوا والسويد في حضور هذا الكم الكبير من الجماهير. الملعب كان ممتلئ عن اخره تقريبا باكثر من 62,000 متفرج، وهذا شيء كان مفاجئا بالنسبه للجميع، ولكن اذا عرف السبب بطل العجب، لان سويسرا والسويد جاء تاهلهما مفاجئا للجميع. كان الكل يتوقع ان تحتل البرازيل المركز الثاني في المجموعه وتحتل المانيا المركز الاول في مجموعتها، ولكن لم يحدث ذلك. وانا ايضا من ضمن الناس الذين يعني شاركوا هذا الطعم وحضروا تلك المباراه، ولكن المباراه اخذت ايضا اهميه ومنحنى فيما يخص الأهمية بسبب تواجدها هنا في مدينة بيترسبرغ التي تعد من أكثر المدن الروسية جمالا وتاريخية، وهي من المدن التي تحظى بجاذبية بالنسبة لمحبي السفر ومحبي التجوال. إن شاء الله سنكون معكم في مباراة دور الثمانية في كأس العالم، بعد أن كنا معكم في بيترسبرغ في ثلاث مباريات، هي مباراة كوستاريكا والبرازيل، مصر وروسيا، واليوم السويد وسويسرا. تحياتي لكم، محمود ماهر البطولة.